رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا وهنبتديها مع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر، واللي احتفلت طبعا بعيد ميلاد الماجيكو محمد ابو تريكه نجم النادي الاهلي السابق، وكتبت: للكيان انت رمزه، وللوفاء انت اهله، وللانتماء انت روحه، وللاخلاق انت صاحبها، وللابتسامه انت عنوانها، وللمواقف انت رجلها. ونتمنى ليك عيد ميلاد سعيد امير البلد. كمان الصفحة الرسمية للفيفا على تويتر احتفلت بعيد ميلاد أبو تريكة وكتبت: أمير القلوب يحتفل بعيد ميلاده اليوم، تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة الفيفا والكورة المصرية والنادي الأهلي الماجيكو صانع السعادة الموهوب محمد أبو تريكة اللي بيتم 40 سنة. كل عام وإنت بخير كابتن تريكة، لمساتك الساحرة ستظل علامة في تاريخ كرة القدم، وشكرا على الذكريات. كمان نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي على تويتر صوره ليه مع ابو تريكه وقت ما كانوا سوا في النادي الاهلي، وكتب: كل سنه وانت طيب يا ماجيكو. الاعلامي ابراهيم المنيسي كتب على صفحته على تويتر: صباح الامل والتفاؤل، هانت وكل التفاصيل من تونس مطمئنه والمعامله محترمه حتى الان، يبقى دعائكم للاهلي بالتوفيق وان شاء الله هنكسب يا رب. كمان عالميا على الفنان يوسف الشريف على هزيمة ليفربول امبارح قدام ستار ستوربي 2-0، وكتب على تويتر: أسعد في الموسم الحالي ولغاية دلوقتي مش مصدق إن ده يورجن كلوب. نشرت صفحة كأس العالم على الانستغرام صورة لأنتوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد من مباراة امبارح قدام بروسيا دورتموند واللي قدر إن هو يفوز فيها 2-0، وكتب: جريزمان أصبح خامس لاعب فرنسي يحرز 20 هدف في دوري أبطال أوروبا بعد كريم بنزيما 57 هدف، وتيري هانري 50 هدف، وديفيد تريزيجي 29 هدف، ونيكولا أنيلكا 20 هدف. برضه احتفل لوكس هرنانديز لاعب اتلتيكو مدريد بالمباراه الرقميه ليه مع الفريق، ونشر فيديو على صفحته على تويتر وكتب: انتصار مهم للاحتفال بتلك المباراه الخاصه. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني.